السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم ديليس نورا. هذا النهار غادي نقول لكم يعني شنو اللي هذا كيما لاحظتم من العنوان الجديد في تحميل فيديو جديد اللي مولفين أننا كنديرو هذه هنايا، كنضغطوا على هذه الأيقونة، هذه كتعطينا كريي اون فيديو و ان بوست. من الأحسن غادي ندخلوا لهنايا، غتضغطوا على اللوغو ديال القناة ديالكم وغتمشيو ليوتيوب ستوديو. ملي غتمشي ليوتيوب ستوديو غادي يعطيك هاد الايقونه هادي، وكاينه واحده اخرى ديال امبورتي يعني تحميل الفيديو. كاينه هادي، هاي كاينه هادي اللي هي كري ان فيديو يعني تصايب ان فيديو ولا امبورتي دي فيديو. غادي تضغط عليها بحال هكا، عطينا هاد الواجهه هادي. صافي ملي غادي تعطيك هاد الواجهه غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي سيليكسيون دي فيشي، يعني هنا غادي نختاروا الفيشي اللي غادي نحملوه من الدوسي ديالنا، يعني من البيسي. غادي نضغطوا بحال هكا على سيليكسيوني دي فيشي، غنقلب على الفيديو هو هذا، غادي ندير له بحال هكا. صافي اون فوا كتبرك عليه جوج مرات كيعطينا بانه يعني تحمل معنا. بالنسبه للفيديو الا كنتو دايرين فيه العنوان من الاول راه هو اللي كيعطيكم هنايا في العنوان ديال الفيديو. الا ما كنتوش دايرين فيه هذا العنوان يعني خاصك انت تكتب العنوان ديال المحتوى ديال الفيديو ديالك. اون فوا كتكتب المحتوى ديال الفيديو نتاعك يعني غادي يكون المهم تقريبا كيحمل 100 حرف. من بعد ملي غادي هذا غندوزو لهنا لا ديسكريبسيون ديال الفيديو يعني الوصف نتاع الفيديو نتاعنا. كما كتلاحظوا انا دايره هنايا جميع الروابط اللي عندي، يعني بحال مثلا فيسبوك، لي باج ديالي اللي كاينين في الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، ممكن ديروا الى عندكم شي سيت ولا شي حاجه مهم بحال هكا. وممكن كذلك ان نجي لهنا ونضيف المقادير ديال مثلا انا دايره وصفه ديال الرخام ولا الزليجه، يعني هنايا غنقدر ندير المقادير. غنكتب بحال هكا المقادير ونضيفهم هنا في هذه البلاصه. ما بغيتش نضيف المقادير مثلا، غندير غير وصف ديال هذا الفيديو شنو هو، واش رخامه مثلا، هي حلوه مغربيه كدار مثلا بالفول السوداني الكاوكاو ولا كدار باللوز ولا كدار باي حاجه. ممكن نعطيها بزاف ديال الوصف مثلا حلويات مغربيه، طبخ مغربي، يعني اي حاجه كيشير لهذا الفيديو هذا اللي انا باغيه ندير له تحميل القناه نتاعي. من بعد ملي غادي نسالي هاد البلاصه هادي غادي ندوز باش ندير امبورتي اون مينياتور. هاد لا مينياتور هادي هي الواجهه ديال الفيديو ديالكم. اون فوا كت بحال مثلا شي واحد بغى يشوف هاد لا فيديو هادو، اون فوا كتبان له في اليوتيوب غادي تبان له هاد الصوره المصغره. هاد الصوره المصغره هي اول حاجه كتعطي الانطباع على الفيديو ديالكم. هادي الا كان مثلا الفيديو متحمل كان كيعطيكم هنايا اليوتيوب بعض الصور اللي كتكون يعني من داخل الفيديو. بغيتو تسناو حتى ديروها من هنا مزيان، ما بغيتوش الا كنتو عندكم درايه بالمونتاج ولا شي حاجه كتختاروا هاد يعني كتكونوا ديجا درتوها، كتختاروا احسن صوره عندكم ومن بعد كتكتبوا عليها بحال هكا يعني العنوان ديال الفيديو ولا اي حاجه المهم بغيتي تكتب عليها يعني اللي غادي تبان لك في الاول ديال الفيديو ديالك. دابا انا عندي هاد الصوره هذه، هي هذه كاتبه عليها الحلوه الرخامه بثلاثه المكونات فقط. ممكن تزيد فيها مثلا هكا ايقونات ولا دي سمايلي ولا اي حاجه، ممكن دير فيها مثلا الفيسبوك ديالك، الانستغرام، تويتر، ممكن دير اللوغو ديال القناه. المهم اي حاجه ممكن انك تصايبها في ديك الصوره اللي كتبان في الاول ديال الفيديو. فاش كتسالي هاد الخطوات هادي كدوز هنايا لهاد البلاي ليست. اون فوا كدير هنايا كتضغط عليها كتعطيك بعض لي بلاي ليست اللي كتكون انت ديجا دايرهم ولا
الا ما كانوش عندك كدير نوفيل بلاي ليست وكتكري واحد لا بلاي ليست، يعني انت كتصنعها من جديد وكتسميها كما بغيتي. بحال دابا مثلا انا ديجا عندي هنايا مثلا حلويات مغربيه، غادي نضغط غير هنا في هذه البلاصه هذه، ولكن لو كان ما كانتش عندي غادي ندير نوفيل بلاي ليست وغادي نكتب هنايا مثلا حلويات مغربيه. يعني نفرضوا انني ما عنديش هذه كاع في مره، غادي ندير هنايا حلويات مغربيه. اون فوا كدير خلاص بطبيعه الحال غديرها بوبليك باش تبان للناس كاملين، وكدير كري. يعني اون فوا كدير كري كتجي هنايا مع هادو كتزاد لي حلويات مغربيه، وكنصنف هذا الفيديو ديالي على انه من الحلويات المغربيه، بما انني انا ديجا عندي هنايا مثلا غادي نختار حلويات مغربيه، ممكن نزيدها في طبخ مغربي الا بغيت، ولكن غنخليها غير في حلويات مغربيه وغادي ندير اوكي. صافي هنايا غادي تختار يعني الفيديو موجه لشمن صنف من الجمهور، يعني هنا فاش كتختار هاد البلاصه واش انه موجه للاطفال ولا لا. هنايا ضروري انك تختار واش موجه للاطفال كدير وي الي كونسي بور لي زونفون، الا كان ماشي موجه للاطفال كدير نو اي ني با كونسي بور لي زونفون. صافي هنايا، وإلا كان عندك لا ليميتاج يعني عندك فيديو اللي ممكن انه المهم ما يتحملش مثلا قل من 18 عام، كتجي لهنايا كدير وي ليميت لا ديفيزيون دو ما فيديو او زوتيليزاتور اجي دو بلوس دو 18 ans. يعني الناس اللي كبر من 18 عام هما اللي يقدروا يشوفوا هاد لا فيديو، ولا نو نو با ليميت لا ديفيزيون دو ما فيديو او زوتيليزاتور اجي دو بلوس دو 18 ans. يعني انا كنخليه بما انه غير ديال الحلويات يعني عادي ممكن ان الناس كلشي يشوفوه، يعني بما فيهم اللي قل من 18 عام يعني عادي. هنا الا بغيتي تختار مثلا دوطخ اوبسيون يعني كتخرجنا في حاجات اخرين، بحال دابا مثلا الا كانت لا فيديو ديالي كتضم واحد الاشهار، مثلا كندير اشهار شي ماركه يعني باش ما يحيد ليش اليوتيوب ديك لا فيديو ديالي، ولا مثلا انا بغيت مثلا اتصلت بيا شركه قالت لي مش ممكن انك دير لي اشهار لهاد الماركه هذه، كندير وي ما فيديو كونتي ان كومونيكاسيون كوميرسيال تيل كان بلاسمون دو برودوي او اون اوتر بروموسيون. يعني كدير هنايا، ولا كتقدر تزيد واحد الميساج باش تعلم الجمهور ديالك انه راه كاين واحد لا كومونيكاسيون كوميرسيال. انا بما ان ما عندي حتى شي اشهار على لا فيديو يعني ما غاديش ندير. هنا عندنا لي تاكس، لي تاكس صافي. هنايا ملي دزنا من هاد اللعيبات هادو غندوزو لهنا لي تاكس. لي تاكس شنو هما؟ لي تاكس هما الوصف للفيديو، يعني بحال دابا مثلا كدير حلويات، هادو كيساعدو باش الفيديو كيطلع في محرك البحث. كدير حلويات وكدير مثلا فاصله وكتزيد عاوتاني كتزيد مثلا حلويات العيد بحال هكا مثلا، عاود كتزيد واحد شويه وكدير عاود مثلا حلويات مغربيه. يعني اي واحد مثلا قلب على حلويات العيد كيطلع له الفيديو ديالك، مثلا داروا حلويات مغربيه غادي يطلع له الفيديو ديالك. هنا انا دايره واحد بروغرام هو اللي كيعطيني هاد هادو اللي كيطلعوا في لي تاكس اللي كيطلعوا في محرك البحث. كاين حلويات العيد 2020 مثلا غنزيدها، حلويات العيد سهله حتى هي غادي نزيدها، هنا حلويات 2020 حتى هي غنزيدها. المهم انت تقدر تزيد ولا انت تقدر تزيدي اي حاجه اللي ممكن انها تعطي واحد يعني واحد الدفعه للفيديو ديالك باش تزيد لقدام. هنا ممكن تختار اللغه اللي باش اللي زعما ديال الفيديو، ولا لا يعني ممكن تختار العربيه الا كنتي ديجا دايرها في الداخل في الاعدادات ديال الفيديو راه كتظهر اوتوماتيك هنايا. الا ما كنتيش ممكن تختار، بحال دابا كنتي كتهضر بالفرنسي غتختار الفرنسي، لونغلي ولا العربيه ولا اي حاجه. هنايا بالنسبه للي سوتيتراج انا ما دايراش لي سوتيتراج يعني خليتها اوكا. هنا لا دات دونغيستمون يعني وقتاش تسجلات الفيديو، بغيتي دير لا دات ديرها ما بغيتيش. هنايا لو ليو تورناج يعني مثلا دير لو ليو ديال لا فيديو، مثلا درتي ان فلوغ ولا شي حاجه درتيه مثلا في مثلا شي مدينه يعني مثلا جديده اسفي ولا شي حاجه، غدير هنايا المدينه اللي درتي فيها التورناج ديال ديك لا فيديو. هنا لا ليسونس دو ديستريبيسيون يعني واش كرياتيف كوموند ولا ليسونس يوتيوب ستوندار. الاكثريه كنخليها ليسونس يوتيوب ستوندار.
هنايا اتولي هادو كيكونوا ديجا هنايا عندنا هاد البلاصه هادي لا في براتيك او ستيل، يعني شنو غتصنف انت لا فيديو ديالك؟ واش فيلمي انيماسيون ولا اوتوموتو ولا ميوزيك انيمو سبور، يعني اي حاجه مثلا. هادي الاكثريه حنا كنخليوها في براتيك اي ستيل ولا ديفيرتيسمون، يعني اي هادو جوج الحوايج اللي ممكن انا نختاروهم بالنسبه لهادو الحلويات، لان ما كاينش هنايا مثلا طبخ ولا شي حاجه. ولا ممكن بحال مثلا الا كنتي كدير لا كوميدي غدير امور، كان مثلا لي جو فيديو غدير جو فيديو، كان تعليم غدير ايدوكاسيون، المهم بحال هكا. هنايا افيشي لو نومبر دو سبيكتاتور اللي هنايا، الا كنتي باغي يبان شحال الناس اللي داروا جيم لا فيديو غدير هاد البلاصه هادي، ما بغيتيش يبانوا لك يعني كتخليها هكا نون كوشي وكدير تابع ولا سويفون. هنا كنجيو هاد المرحله هادي اللي هي هادي اللي تغيرات في دابا في هاد المرحله هادي في اليوتيوب، هي هذه المرحله ديال لا مونيتيزاسيون، يعني ديال تحقيق الربح. الا كانت القناه ديالك محقق عليها الربح يعني مفعله، هذه هي الخاصيه اللي تزادت. هذه الخاصيه هذه هنايا المهم من بعد ما كنديروا هاد اكتيفي كنديروا اوكي. هنا ملي غادي ندوز غادي تلاحظوا انهم غادي يعطيني واحد البلاصه ديال انني نختار واش هاد لا فيديو ديال هيا. continuer sur cette voie adéquation du contenu à la diffusion d'annonces، يعني واش هاد لا فيديو ديالي صالحه انه يدار عليها الاعلانات. علاش واش صالحه؟ كاين واش ما كتضمش لونغاج اي نابروبري، يعني شي حوار اللي ماشي ملائم، ولا كونتوني ريزيرفي او زادولت، يعني واحد الكونتوني واحد المحتوى اللي مخصص غير للكبار، ولا واش ما كيضمش لا فيولونس يعني العنف، ولا لي زاكت دونجور او بيرنيسيو يعني حتى هما النيت بحال العنف، يعني شي حاجه اللي مثلا قتل، ولا يعني بحال مثلا شي حاجه دمويه، ولا كونتوني غولاتيف او دروغ يعني شي حاجه اللي كتشمل المخدرات، ولا كونتوني انسيتون على هين يعني شي محتوى اللي كي يحطنا على الكره، ولا بحال مثلا شي حاجه ديال الاديان، ولا شي حاجه اللي مثلا اللي ممكن انه واحد يكره واحد اخر على شي حاجه الا ذكرتيها في لا فيديو ديالك. كونتوني سور لي زارم اف، يعني شي حاجه على بحال مثلا كدير شي مانيبيلاسيون دارم، يعني بحال مثلا كدير شي تفكيك سلاح، ولا كتوريهم كيفاش يديروا شي قنبله ولا شي حاجه، هذه ما خصش يدار. هنا لي سوجي سونسيبل، يعني اي محتوى حساس، يعني بما ان هذا الفيديو هذه انا ما عندي فيها حتى شي حاجه، كنجي لهنا وكنكوشي هذه البلاصه هذه. او كان كونتوني نو ادابتي او زانونسور، يعني فاش كدير هذه صافي كيعطيك اليوتيوب بان هذا الفيديو ديالك راها صالحه يتحقق عليها الدخل الا ما درتوش هذه البلاصه هذه. وهذه علاش وريتها لكم في البيسي، لان ما كايناش في ملي كتبغي دير تحميل الفيديو في البورتابل، ما كايناش هاد الخاصيه هذه، ضروري انك دير هاد الخطوات هادو في البيسي. صافي كتضغط على تابع ولا سويفون، من بعد كتجي لهنايا، هذه ما فيها والو، يعني هادو حتى كتكمل لا فيديو عاد كيعطيك الحق انك تزيد لي زيكرون دو فان، يعني ديك شاشه النهايه اللي ممكن انك دير فيها مثلا لوغو ديال القناه ديالك، الا ضغطوا عليها يعطيو تعطيهم القناه نيشان، ولا كتعطيهم شي فيديو اللي ديجا نتا يلاه صايبتيه، ولا يكون نفس المحتوى مع داك الفيديو اللي عندك، ولا اللي كتبغيه نتا الناس يشوفوه في الاخير ممكن انهم يضغطوا عليه باش يمشيو يشوفوه. وهاد لي فيش، هاد لي فيش حتى هما كيتزادوا في الفوق ديال لا فيديو، كتعطى بحال واحد السميطه بيضاء، هذيك كتعطي واحد الا ضغطوا عليها حتى هي كتعطي واحد الفيديو ولا اي حاجه اللي ممكن انك انت باغيهم يشوفوا. صافي اون فوا كنساليو هاد الخطوات هادو عاود غنديروا تابع ولا سويفون. فهنا هادي كتعطينا انغوجيستري او بوبلي، خلاص هادي كتكون مفعله. غير واش حنا بغينا هاد لا فيديو تكون بريفي، الا بغيناها تكون خاصه يعني ما بغيناش الناس يشوفوها مور ما نديروها في القناه، كنديروها هنايا نو ريبيرتوري، يعني غير الناس اللي عطيناهم الروابط ديال هاد الفيديو هذه اللي ممكن انهم يشوفوها. وهنا
الا بغيناها تكون بوبليك يعني بوغ الناس كاملين يعني يشوفوها، صافي هنا كنختاروا هاد البلاصه هادي هنا في هاد الخانه هادي. يعني انا مور ما غادي نحمل الفيديو يعني خاصها تكون بوبليك، انا خليتها هنا في هاد البلاصه هنا بروغرامي. هاد البلاصه هادي كتصلح الا كنتي مثلا باغي انت لا فيديو ديالك تشاف مع 6 د العشيه مثلا، داير مع الناس انك كتحمل لا فيديو يعني دائما كتكون صاف في واحد الوقت معين كدير بروغرامي، واخا انت مثلا درتيها يعني حملتيها اليوتيوب وصافي تقادات مع 3 د الليل، ولكن انت ما باغي الناس يشوفوها حتى 6 د العشيه ديال الغدا، غدير بروغرامي بوغ دومان في هاد الوقت هذا صافي. اون فوا كتلاح لا فيديو ما كتشافش، ما كتخرجش للعموم حتى لذاك الوقت اللي دايرو انت، ولا كتخرج هنايا. هنايا كاين عاوتاني هنا بالنسبه لواش كاينين دراري في هاد لا فيديو، يعني واش كاين معاك ولا مثلا سجلتي شي فلوق، واش كاينين هادو، لان هادو حمايه الطفوله هنايا يشددوا على ان الاطفال ما يكونوش صافي. من بعد غادي دير بوبلي، اون فوا غادير بوبلي صافي غادا تحمل لا فيديو. هنايا الا لاحظتوا هنا لا ميزون لين افيكتوي ا 6% صافي. دابا هنايا هادو هما الخطوات كامله باش نديروا هاد لا فيديو هادي للعموم ولا على القناه. دابا انا بعض ما غندير بوبلي غادي ندير غوتور، لان انا ما باغياش غادي نسد هاد البلاصه هادي، انا ما بغيتش هاد لا فيديو هادي تلاح للعموم ولا هذا، لان ديجا عندي في القناه ها هي اللي عندي هنايا. دابا الا كانت ديجا تلاحت يعني كانت تسجلات في البوبيون غادي نحيدها. ها هي عطاني انولي لامبورطاسيون، غادي ندير له